هذا الاجتماع الرباعي دكتور، يمكن القاهرة تشهد الآن بعد ردة الفعل من بنيامين نتنياهو على الرفض أو شبه الرفض لتهدئة الأوضاع والهدنة، الاجتماع الرباعي إلى ماذا سينتهي؟ أعرف أنه من المبكر الخروج بمخرجات، ولكن ملامح بشكل مبدئي. يعني أعتقد هناك احتمال كبير لخروج هذا الاجتماع باتفاق على يعني هدنة، وفي رأيي أن هناك مجموعة من المؤشرات يعني تشير أو ترجح نجاح هذا الاجتماع في الوصول إلى هذا الهدف. أول هذه المؤشرات هو الضغوط الأمريكية، والتي تتضح في حضور يعني رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى هذا حضور هذا الاجتماع، ونعلم أن هناك حسابات أمريكية عدة تقف وراء ضرورة الوصول إلى هذه الهدنة الطويلة. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل بعد إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف واضح وصريح لإطلاق النار، لكن الحسابات الأمريكية ما زالت مع الدخول في هدنة إنسانية طويلة المدى، يمكن أن تتحول في مرحلة تالية إلى وقف الإطلاق النار أو تغيير جوهري في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة. فهذا مؤشر مهم. المؤشر الآخر هو يعني كما نعلم كانت الجانب الإسرائيلي يرفض المشاركة في هذا الاجتماع، لكن في اللحظات الأخيرة يعني حضر المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، وأعتقد أن هذا إما يعني مؤشر لمرونة نسبية في موقف الجانب الإسرائيلي أو ضغوط واضحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإسرائيلي للمشاركة في هذا الاجتماع. المؤشر الآخر يعني رغم أنه الجانب الإسرائيلي يعني نجح في تحرير اثنين من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، لكن وطبعا هذا أدى إلى تقوية يعني موقف أو وجهة النظر المعارضة للمشاركة في هذا الاجتماع أو الدخول في أي هدنة، انطلاقا من قناعة لدى هذا التيار بأن القوة العسكرية وحدها فقط هي التي ستؤدي إلى تحرير المحتجزين وتحقيق هذا الهدف. لكن من الناحية العملية ما زال هناك عدد كبير من المحتجزين لدى الجانب الفلسطيني، وبالتالي مسألة أن يتم تحرير اثنين من المحتجزين ليس مؤشرا على إنجاز الملف الخاص بالمحتجزين، فما زال الجانب الإسرائيلي يحتاج إلى آلية التفاوض المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني لتحرير أو حلحلة الملف الخاص بالمحتجزين. هناك أيضا الضغوط التي تمارس على الجانب الإسرائيلي، سواء من خلال الضغوط المباشرة من الجانب الأمريكي أو من خلال الضغوط على الأرض. يعني الموقف القوي لمصر الرافض لمد أو توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح، أعتقد أنه موقف يعني مثل رسائل واضحة للجانب الإسرائيلي بأنه هناك يعني سقف لقبول العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة وداخل رفح تحديدا، الأمر الذي في رأيي سيدفع الجانب الإسرائيلي إلى التفكير جديا في الدخول في هدنة يعني طويلة الأمد نسبيا. لكن ما هي شروط هذه الهدنة؟ ما هي تفاصيلها؟ أعتقد أن كل هذه الأمور خاضعة بالتأكيد للتفاوض بين الأطراف.